نفسك وغيري من لبسك ده. ايه ما عليه، حر الدنيا ولا نار جهنم. شو اسمه، قاعده تطبخي؟ ايش رايش؟ طيب ليش تتعبي نفسك؟ خلي المطعم يجيبها. ايه هما بدراك، انا مكنش عارفه انهم ذابحينها على القبله ولا انهم ذابحينها على ديره اليهود. والله ماني عارفه ايش قاعده تخربطي فيه الصراحه، بس اللي اعرفه ان المطعم يجيب لك الكبسه جاهزه لحق بيتك. ايه ماذا انت، حقت مطاعم مو حقت طبخ ومسنع. فرحه بس تطفحين في اللي قدامك ولا انهم حاطين لك لحم حمار؟ يا لا مو كذا كمان، انت شرحه على اللي جاي يساعدك. جايه تساعديني وانت فالحه في شيء غير البلع؟ ايوه جربيني. هيا هبي لي حطب. ايش حطب؟ حطب ما تعرفين شو الحطب؟ ايش هو الحطب ده؟ يتاكل كرتك بقعه. حطب حطب ماذا تشوفون فيه؟ اها ايوه قصدك الخشبه. هي ذي الخشبه. عسى مني الحطب على ظهرك. بس خشبه هذه صح؟ صح يا انتي. يا امي ما تقولي خشبه، لا خشب بنايه يا غشيمه. الله لا يفضحنا. تعرفي الشجره؟ ايوه يا امي ايش بك، اكيد اعرف الشجره، فين عايشه انا. هي هرق الحطب عندها. الخشبه الخشبه هذه. تعال تعال خلنا أوريك ذي الحطب. ذي سرقت يا شيخة، كلها نفس الشيء، بس انت تحبي تتنقي وتتلكعي. آه ليتني حطيتك بداله في القدر. بدال مين؟ أعوذ بالله، بدال الخروف انضحيه. لا تقولي لي هو نفس الخروف اللي كان مربوط هنا؟ ايه سامطة. يا كاسية ما عندك قلب انتي؟ ما فكرتي في حرمته وولده؟ خلنا نرقيهم في القدر الثاني.